بلشت بتفتيش أماكن التصوير، بتلاقى بالناس اللي عايشين بالحي اللي كبرت فيه قبل ما أتركه من شي 15 سنة. بعيش متعة فريدة وفظيعة بمشاهدة هيدا الحي اللي فيه قلق دايم. هيدا الرجال ما بيحب حدا، آخر همه الحرب حسب قوله، وبيقول لي في ريحة مجرير بالحي، هو بيكره هيدي الريحة. بالأحداث السبعينات والثمانينات وفخور من حاله، بس من دون ما يفوت بالتفاصيل بيخبرني إنه كان مختص بوقت المجازر بالذبح، وصديقه الحميم بخلع الأذن منيح ما قال لي بقطع الخصيتين. سلمى بتحلف لي انه كل شي بتعمله هو بإرادتها من دون اي ضغط اجتماعي او تأثير عائلي، بتاخد قراراتها لوحدها، بتشتغل تتكون مستقلة من اهلها وهي مرتاحة هيك. حسب اولى تركت البوي فرند اخر واحد لانه عنده ريحة تم كريهة، ومش بس الصبح. بتقلي بصوتها المرتعش، اذا ما بدك تنام معي على القليل اعطيني دولار تاشتري صندويجة هوت دوغ. صحيح انها بتحب العمل. ما بقى في محل تواحد يبزق او شي زاوية تيفنتر فيها. ادي ولا اهل ولا اصحاب، مصمم انه يعمل باديجارد لشي فنان ستار مشهور بالحي، لأنه لما كان عمره 15 سنة تقريبا عنف ستو كسر لإيده. صراع أجيال من دون شك. مات زوجة لمدام سونيا من شي كم شهر. أول جملة لفظتها على لسانها، وفرنا واحد بالناقص. كملوا الانفجار والانتحار، ومنموت واحد ورا التاني. شعار عجيب مغير عن البقية الوطنيات. بالنهاية الحياة والموت، الحب والحقد، شيء واحد. هيدا الصبي شقي كل النهار بيضلوا برا، فرجاني مادة غريبة عم بيلعب فيها، ما قدرت أعرف شو هي بالضبط. سلمى بدها تسافر، بترغب فعلا بالرحيل وهجرة البلد.